السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نستخدم أمر الريفولف جوه الماس. طيب أنا عشان بس أسهل على الناس شوية، عادة بستخدم الجريد مثلا بالشكل دوت. دلوقتي نبدأ بقى نرسم الماس. هروح هنا لماسنج اند سايت وأقول له امبريس ماس وهقول له أوكي. عايز أبدأ أرسم شكل مثلا على الجريد دوت. فلو أنا مثلا جيت هنا في الليفيشن وقلت له انا عايز ارسم موديل، واقول انا عايز ارسم مثلا على جريد 2، وخليني ابدا ارسم مثلا اي شكل، اقول لكم مثلا حاجه بالشكل دوت. ممكن تختار ان ترسم مثلا جزء ارك كده بالشكل دوت. طيب بعد كده انا عايز اعمل ريفرنس ليه، اخش هنا في ريفرنس وابدا ارسم خط مثلا بالشكل دوت. ما فيش مشكله ان الشكل دوت يكون على حدود الخط دوت. هعمل سيلكت للشكل اللي انا رسمته وسيلكت للريفرنس بتاعي واقول له كرييت فورم. هو اوتوماتيك هيفهم ان انا عايز الف حوالين الشكل دوت. طيب لو انا عايز دلوقتي الشكل دوت ما بقاش 360، عايزه مثلا 180، يبقى هعمل سيلكت لكل حاجة ما عدا الريفرنس لاين، واجي هنا الاند هقوله دي خلي مثلا الزاوية 120، فيطلع معايا الشكل زي ما انت شايف. تمام، وتقدر تقوله فينش الشكل موجود معاك اهوت، ويقدر يفهم ان في هنا مثلا وول، فيبدأ يحول ده لول والناحية التانية مثلا لول وهكذا. وول باي فيس. وممكن تقول له انا عايز اعمل فلور وروف زي ما انت عايز. لو عملت شكل كده هتلاقي ان انت تقدر تعمله ايديت ان بليس، وتقدر تعمله بس فلور. فكل فلور هيتعارض معاه هيبدا يعمل ايه، يعمل فيه فلور بالشكل دوت من خلال بقى ان تعمل سيلكت. تقدر تعرف الخصائص بتاعت الشكل دوت الماس فلور هو يبدا يجيب لك الخصائص بتاعته. المساحه والمحيط وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها.